se passe, Radkoud? بمناسبة شهر رمضان الكريم وتحت حق شرف سيد رئيس دائرة مازونة بالتنسيق مع بلدية القطار قمنا بإفطار جماعي بحضور سيد الوالي الولاية وحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، وكان الإفطار قد مس جميع الفئات، منهم المعوزين، منهم الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، المجاهدين وكل فئات المجتمع، وكان هناك إقبال كبير من قبل الأعيان. رمضان مبارك. فيما يخص اليوم رانا تحت إشراف ولي ولاية غليزان وبالتنسيق مع رئيس دائرة مازونة بلد قطر وبلدية مازونة بتنظيم مأدبة فطور على اليتامى والمساكين وحضور كل المؤسسات. نشكر جمعية نور الإحسان اللي حاضرة هنايا، والشكر وعرفان لكل من ساهم من قريب ومن بعيد، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر السيد والي الولاية على هذه المبادرة القيمة والتفاتته لهذا الإفطار الجماعي على مستوى منطقة الزهراء، كما يعني والذي حضره جميع عمال البلديتين وكذا المجتمع المدني وأعيان المنطقتين. كما لا تفوتني الفرصة أن أشكر وأنوه إلى الشكر الجزيل إلى القائمين على هذا اللقاء، على رأسهم السيد رئيس دائرة مازونة وكذا السادة كل من رئيسي المجلسين الشعبيين البلديين لبلدية قطار ومازونة وكل الأعضاء المنتخبين بهذه المنطقة والسادة مدراء الفرعيين على مستوى هذه البلديتين. أشكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، جماعة المسلمين السيد ولي الولاية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عملا بقوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعوة: دعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم حتى ينتصر، ودعوة المسافر حتى يرجع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير ان شاء الله، والله يجعل الله وياكم.